الو فتون خانم، اتصلت لأطمن. كيف مراد بك؟ ما بين شي جديد؟ انا استنيتك لتتصلي فيي. فتون خانم انت منيحه؟ شوفي ليش عم تبكي. مراد مو موجود، دوروا ما لقوا. كيف يعني؟ ما فهمت. وقت صار الليل وقفوا ما عاد دوروا، هن انقطعوا الامل منه، بس بجوز اذا دوروا شوي كمان رح يلاقوا. انا خايفه كثير يا مريم. ليش خايفه؟ خير شو صاير معكم؟ دادا مريم شو عم يصير؟ شبل ماما شو صاير معها؟ قاعده اصرت تحكي مع اما، اطمني ما في شيء. يلا الو ماما، اطلعي وخدي اخوكي. وانت بموك عود عقل لا تجنني. ليش خايفه ماما؟ احكي ليش ساكته؟ امتى رح ترجعوا على البيت؟ دادا قالت بكره راجعين. عايدة بعدنا ما خلصنا شغلنا. طيب اعطيني البابا، بدي له شغله. بلاها عايدة، ابوكي هلا ما انا فاضي. ليش هيك؟ شو بصوتك؟ انت عم تبكي؟ شو صاير؟ شو هو الموضوع؟ رؤي بنتي انا هلا متوتره شوي، موبايلي خلص شحنه ومضطر اذكر. الو كنت Ha ha ha.